هطول أمطار لفترة قليلة كانت كافية لإغراق شوارع قضاء المسيب في محافظة بابل. وعبر مواطنو قضاء المسيب في محافظة بابل عن استغرابهم وتساؤلهم عن المبالغ التي صرفت للمدينة والمحافظة، أين ذهبت وهم يشاهدون مدينتهم تغرق عند هطول المطر لفترة قليلة. فلنشاهد. إذا اثنين تعاركوا بالنمسة بابل تغرق وتنسد، مطرت ربع ساعة غرقت المسيب، بيوت وقعات والشوارع غرقت والدنيا انسبت. هاي وين هاي المال؟ وين الفلوس؟ هاي الفلوس الخزينة هاي مالت العراق وين راحت؟ زين هاي وين المجاري اللي صرفنا للمسيب 33 مليار؟ وينها عمي؟ هاي وضعية المسيب لعد الله يرضى. المسؤولين بس راكبين سيارات مظللة وراهم حمايات سابينة، ليش هيك عمي ليش هيك؟ مجاري ماكو، شوية بطلت لها نص ساعة ربع ساعة صارت تغرق، يعني صرت بطل نريد نمشي ما نقدر نمشي زين، وعلى المجاري المسدودة شو تسوي عليها؟ ما تقول تسوي هاي باوع شوف المي هاي ربع ساعة شوف بس قد هي مطرت زين، لو تمطر ساعة ساعتين شلون؟ هم نغرق ولا نقدر نمشي ولا نقدر كل شيء نسوي. ماكو خدمات، ماكو خدمات، لو اكو ما تصير هاي المياه تتجمع، لا مجاري مسلطه لا المي يمشي، يعني اذا تقطره مال المي تغرق.